عايزين نعمل سلطه من السلطات الخفيفه كده اللي تروق علينا في الجو الحر ده، وهنعمل سلطه الفاصوليا البيضاء او الحمراء او الميكس بين الاثنين. محتاج ايه بقى عشان اعمل سلطه الفاصوليا؟ محتاج نص كيلو من الفاصوليا، هنقعها في ميه من قبلها بيوم، اسيبها 3 4 ساعات، بعد كده اغير الميه ثانيه، بعد كده لما اجي اسلقها اغير الميه، ولما تسلق احطها تحت الحنفيه تنزل النشويات اللي فيها او شويه الميه عشان ما يوجعوش معدتنا. الموضوع مهم قوي في الموضوع ده، لان حتى ريحه الفاصوليا بتبقى في السلق غريبه شويه، فلما اغير الميه اكتر من مره واشطفها بعد السلق بتبقى ريحتها كويسه. لما تديها بقى تطعيمه ليمون مع مسترده مع خل مع كمون مع ملح دي طعم مميز قوي. تعالوا نشوف بقى بقيه الحاجه. بعد كده عندي فاصوليا حمراء، 2 فص ثوم، بقدونس، فلفل الوان، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقتين كبار من المسترده، ربع كوبايه من زيت الزيتون، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من الكمون، رشه كزبره وملح. دي كده المكونات بتاعت السلطه الاساسيه. ممكن احط مايونيز لو انا عايز، ممكن احط الهوت صوص او التشيلي صوص، ده برده الحاجات اللي بتبقى معسله قوي كده وحراقه شويه بتبقى مميزه قوي بتدي طعم مميز. انا سالق الفاصوليا وعملت فيها كل الخطوات اللي انا بتكلم عليها دي، ودي كده بصوا حبايه الفاصوليا مستويه كويس قوي لان هي خدت وضعها او خدت حقها في النقع بتاع الميه. ساعات بنعمل الفاصوليا وماما تسيبها كتير قوي على النار ونيجي ناكل نلاقي الفاصوليا فيها تكه، ده لان هي على طول عملت السلقه على طول من غير ما تنقع في الميه. اي حاجه جافه لازم تاخد حقها في النقع كويس قوي، ونغير الميه اكتر من مره عشان في الاخر طعمها حلو، وفي نفس الوقت انا بحب الفاصوليا فعايز اكلها كده ليه عامله الزبده، ليه ما استمتعش بده؟ عشان انا ما نقعتش الفاصوليا من قبلها بيوم، وحاجات بسيطه قوي بس تفرق في الاكل كتير جدا. عندي بعد كده التتبيله بقى، ادي المسترده والليمون، يفضل ان هو يتعصر في وقتها كده عشان ما يبقاش مر يعني او ما يمررش مننا. عندي معلقه كبيره بس من الخل، رشه كزبره ومش كتير، كتروا في الكمون مفيش اي مشكله خالص. ادي الكمون كنا مخبيين، والثوم نفس الموضوع، يفضل ان احنا نفرم الثوم في وقتها عشان الفوايده كتيره قوي. زيت الزيتون بقى وفوايده وحفظه ما يكونش في مكان فيه درجه حراره عاليه او ما يكونش في مكان فيه ضوء، يعني يفضل ان انت تشتري الزيت الزيتون اللي في علب الصفيح دي، لان الزيت الزيتون من الحاجات اللي بتاثر بالضوء والحراره. يعني حد يقول لي انا عندي زيت زيتون لسه ما فتحتهاش بس كنت حاططها في المطبخ على الرف كده في وش اللمبه فطعمه غير وريحته غيرت، ده عشان الحراره والضوء بيأثروا على زيت الزيتون وبيضيعوا فوائده ويبقى زي الزيت العادي احسن منه. ادي كده بكل بساطه حطينا شويه حاجات بسيطه قوي وشويه ملح على حسب كميه الفاصوليا بتاعتي، وادي الليمون بقى، الليمون الاخضر ده يعني وفيتامين سي، ممكن احط برتقال لو انا عندي برتقال بلدي ممكن ادي عصره كده كاخد طعم منها، وادي اعصر بقى، هو بيحتاج صحه شويه الليمون الاخضر ده بالذات بس بيبقى جميل قوي. وانا بقى بحب اخد التفل بتاع الليمون ده لان بيخلي السلطات خارقه. اعصر بقى جامد كده. خلاص كده انا عملت الكلام ده، مهم بقى ان انا اقلب الكلام ده، لان لو سبته مره واحده وحطيت عليه الفاصوليا وقلبت ممكن تيجي حته فيها ملح حته تيجي فيها كمون. انا بعمل سلطات مش بتتعمل كل يوم او بتتعمل في عزومه، او في ناس بتحب ده مثلا عايز ياكل فاصوليا بس مش عايز صلصه بقى وطبيخ والكلام ده، فيعني جربوا الموضوع حلو. ادي الفاصوليا بسم الله، وادي الفاصوليا الحمراء، مفيش فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء كفايه هتنفع. ينفع احط مشروم او ينفع نحط مشروم، ينفع نحط جنزبيل، وينفع نحط حاجات كتير قوي وينوعه في السلطات وفي الحاجات اللي بنحطها فيها. يعني انا مثلا ما تبقاش السلطه طماطم وخيار بس، لا طماطم وخيار وخس وبقدونس وكزبره وشبت، فوائد في كل حاجه ليها فايده مختلفه عن الثانيه، فننوع وخصوصا الفتره دي في انواع الخضار وخصوصا في الصيف كمان السلطات والحاجات دي بتروق علينا جامد قوي. افرم بقى البقدونس كده اخيرا، انا ما اعرفش ليه بحط بقدونس في وصفات كتير قوي بس يعني انا بحب البقدونس الصراحه، فيعني احطه بقدونس زي هو حلو برضه. هنقلب بقى كده، ودي بقى كده بصوا الالوان حتى نفسها هتفتح نفس الواحد ان هو يجرب. لازم بقى المسترده، والمسترده زي جوز الطيب كده، سلاح ذو حدين، يعني ممكن تخلي الاكله حلوه قوي لو هي مظبوطه او هي قليله، لو كتير قوي الموضوع يبقى صعب تبقى حادقه. فنستخدمها نستخدمها هنا جميله وتطلع حلو بس بلاش كتير، يعني بلاش اللي هو انا بقى يعني بظبط فاحط النص الازازه، لا حط معلقه معلقتين دايما على كل كيلو من اي حاجه بقى سمك سلطه اي حاجه مش اكتر من معلقتين. قلبنا كده
السلطه المفروض ان احنا ندخلها الثلاجه تسقع شويه، بعد كده نشوف بقى طبق حلو كده عشان نقدم السلطه الجميله دي مع بعض. حضرنا كده الطبق اللي هنقدم عليه السلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دي بقى على سفره في عزومه، يعني ايه هتشرفك. نزل بقى شويه في الاخر دول عشان بيبقوا فيهم الفايده كلها، معلش سامحونا بقى. ممكن ندي رشه زيت زيتون تاني على الوش لو حبيت، لو شايفين ان الكميه كتير والزيت الزيتون مش مزودينه قوي يعني، فيعني ممكن نحط شويه كمان. وادي كده بقى ايه شويه هنا من السلطه على باسكت الليمون، ده كنوع من انواع التقديم.